تعزيزا لفكرة الحفاظ على البيئة والمياه واستغلالها في المكان الصحيح، قام فريق ترشيد الكهرباء والماء بمدرسة الملشية الابتدائية الإعدادية للبنات بابتكار فكرة لافتة من خلال استغلال بقايا المياه في القنان البلاستيكية وري نباتات المدرسة بها. نعم مريم، هذه الفكرة من شأنها أن تساهم في تشجيع الطالبات على فكرة التدوير وإعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى أشياء مفيدة. نحو طريق الإبداع، ها هن طالبات مدرسة المالشية الابتدائية الإعدادية للبنات يسرن بخطوات مدروسة، جسدوا من خلالها أفكارا خلاقة لتكون لهن بصمة واضحة في الحفاظ على بيئتهن المدرسية بتحويل التربة الصحراوية إلى مساحات خضراء يتم ريها ببقايا القنانين البلاستيكية التي تجمعها الطالبات في حافظة كبيرة للماء بدلا من رميها في سلة المهملات. من مبدأ حرص المدرسة على نشر ثقافة البيئة المستدامة وتطبيق مبادئها، وكان المشروع تحت مسمى محمية المالكية. نظرت اللجنة إلى البحث في المحمية، هي طبعا أراضي خصوبتها قليلة، فنبعت الفكرة أن احنا نجمع المتبقي من الماء في القنان البلاستيكية واستخدام هذه المياه في ري نباتات المحمية. حثنا دين الإسلامي على الحفاظ على ثروة الماء، وإحنا كطالبات مدرسة المالكية بعد كل فسحة نجمع غراش الماء ونفرغها من الماء ونحطها في علبة أكبر عشان نسقي فيها نباتات محمية المالكية، وبذلك تكبر رقعة المالكية الخضراء ومملكتنا الغالية. هذا المشروع عزز من حرص الطالبات على جمع بقايا المياه والتوجه بها إلى المكان المخصص لتجميعها لتكون لهن مساهمة فاعلة في الحفاظ على المياه والبيئة داخل محيط المدرسة. احنا فكرنا في عمل محمية تتضمن نباتات تقدر أنها تتحمل الطقس الصحراوي في البحرين، فقمنا بعمل زيارة بحثية لمحمية العرين عشان نتعرف على أنواع النباتات اللي تقدر تتحمل الطقس الحار. شفنا أن احنا نقوم بعمل جمع المياه المتبقية في قارورات المياه البلاستيكية ونقوم بسقي الزرع. جمع العلب البلاستيكية نقوم وبالتعاون مع مشروع إعادة التدوير بالمدرسة بوضع العلب البلاستيكية في المكان المخصص لإعادة تدوير البلاستيك، كما نقوم بتجميع المياه في قنينة كبيرة لسقاية المزروعات. هذه الفكرة المبتكرة هي نموذج يمكن أن يتم تطبيقه في كافة مدارس البحرين لتكون جميلة بمساحاتها الخضراء. تأتي هذه الفكرة لتساهم في تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطالبات على فكرة إعادة التدوير والاستفادة من بواقي المياه في حاضنة زراعية مصغرة يتم فيها زراعة مختلف أنواع النباتات والتي تتماشى مع طبيعة بيئتنا الصحراوية. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.